مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 22 ديسمبر أعلنت وكالة بليديز للترفيه رسميا أن TWS تنطق مثل كلمة الإنجليزية to us ستترسم في يناير المقبل. وكشفت الوكالة أيضا أن تو أز التي تمثل أول فرقة فتيان جديدة لوكالة بليديز للترفيه منذ ترسيم 17 في عام 2015 ستتألف من 6 أعضاء. وفقا لوكالة بليديز للترفيه سيكون لدى الفرقة صورة مشرقة ومنعشة، وسيكون نوع موسيقاهم هو بوي هود بوب، نوع فريد ينتمي فقط إلى تو أز والذي يجسد مشاعر الطفولة البارئة والجميلة. كما أعلن سابقا فإن اسم الفرقة تواز يرمز إلى 24/7 with us. أصدرت بليديز أيضا إعلانا تشويقيا للشعار وأطلقت حسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتواز في 21 ديسمبر. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيو هيغاسيو كومسان ميدا.